الجديدة. نشرتنا متواصلة إلى ولاية ترارزا، حيث أسدل الستار في مدينة بوتليميت على النسخة الأولى من مهرجان بوتليميت للثقافة والفنون، وذلك وسط حضور العديد من الشخصيات الثقافية والفكرية. وقد تضمن برنامج هذه التظاهرة العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية والأمسيات الفنية. نتابع. بوتليميت تسدل الستار على فعاليات النسخة الأولى من مهرجانها الثقافي. ثلاث ليال ألبست فيها المدينة لبوس الثقافة بألوانها الزاهية وفنونها الجميلة وأدبها الراقي. ثلاث ليال صدحت فيها حناجر الشعراء فصيحا ولهجيا، وتناغم فيها الفن عازفا أنشودة الزمن الجميل، وباسطا سردا ممنهجا لبعض قصص المدينة الحبلى بترانيم الأذكار ووهج القرآن وحلق الدرس لكبار العلماء. انطلاقا من إحساسنا بالمسؤولية الأخلاقية وصعوبة التحديات التي تواجه المهتمين بالشأن العام في المدينة، انبرت كوكبة من أبنائها الغيارة على ما هي عليه من حال، رغبة منهم في كسر الجمود في ساحتها الثقافية والتراثية وتنوير رأيها العام تجاه مشاكلها والعوائق التنموية التي تقف في طريق تبويها مكانتها اللائقة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. مهرجان بوتليميت حاول من خلاله المنظمون إبراز صورة ناضرة لمدينة تختزل أطلالها وجدرانها إرثا ضاربا في القدم. هنا أدوار من فن المديح الذي يمزج بين تراتيل التصوف ومنهاج أهل الفضل، واقع جعل لهذا الموروث جمهوره الذي لا يرضى عنه بديلا. أيها الأحبة، شكرا لكم جميعا على وفائكم للكلمة، شكرا لكم على ذلك الخيط الرفيع الذي ربطتم به بين الماضي والحاضر، شكرا لكم على كل أنة طرب منحتمونا إياها طيلة الليالي السالفة، شكرا لكم على كل هزة نفضتم بها عنا غبار الصمت والهوان. لقد أعدتم إلينا الأمل في أنه وبرغم الموت الماحق فينا ليل نهار، برغم الشحوب الأصيل وكدرة الصباح، هناك أمل ووقت ورجاء. لم يكن للسهرة الختامية هذه أن تتم دون حضور الشعراء الذين تباروا في سرد القوافي مما سطرته أناملهم، ليختتم المهرجان وسط حضور جمهور غفير من سكان مدينة كتبت لها حكاية مع فنون الثقافة لما تنتهي فصولها بعد.